اهلا وسهلا الغزالة ديالي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبالف صحة وعافية، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن وافضل الاحوال. ودائما قبل ما نبداو وما ننساوش ابدا نصلي على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه اجمعين. والفيديو اليوم خفيف ظريف، ان شاء الله برك ينال اعجابكم. هنايا كيما شفتوا العسل وهذا الخبز كنت درت معكم فيديوهات سابقة، غادي نحط لكم روابط الفيديوهات في صندوق الوصف. العسل تخرج من اروع ما يكون، كنت درتها بالعشوب، تجي من السما بالعشوب وتجي بنينة بنينة بالبزاف، وهذا هو شكلها، تخرج من اروع ما يكون. يعني قد ما نشكر لكم في هذه الوصفه ما نعطيهاش حقها. كذلك هذاك الخبز يخرج خفيف 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 ريشه ومفشفش وبنين بنين بالبزاف، ناكلوه مع الشربات والحريره والمرقه، وكذلك في الغداء مع تاي ولا القهوه. والبنات اذا اول مره تزوروني دائما نذكركم اذا اعجبتكم الفيديوهات ما تنساونيش بلايك، كذلك اذا اول مره تزوروني ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونحاول باذن الله نقدم لكم المزيد والافضل، لا من ناحيه الوصفات وكذلك الخياطه والاعمال اليدويه. واول حاجه بديت بها فرغت كامل هذوك البطاط نتاع العطور باش نغسلهم، وبعد ما نغسلهم نعاود نرجع نعمرهم. هنايا درت كميه تاع الماء في بسينه، درت فيها كميه قليله نتاع جافيل وكميه قليله نتاع غسيل الاواني، ونحط هذوك البطاط نفتحهم نحطهم بهذا الشكل، نخليهم واحد شويه في هذاك الماء او هذاك الغروان تاع الماء وجافيل، يعني باش يجوني ساهلين ويتنقاو كامل. وبعد ما خليتهم غير واحد شويه وليت لهم كما راكم تشوفوا راني نحكهم مليح، خاصه هاد المغاليق على خاطرش بالمطول في هذوك الزوايا تاع دوك المغاليق كي شغل يتغبروا يجيو صعاب باش يتنقاو، لذلك نخليهم مده قصيره في خليط تاع الماء وجافيل وغسيل الاواني، ونحكهم مليح مليح ونرجع نشللهم. يعني هذه من تحضيرات الشهر الفضيل وبهذه المناسبة، إن شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحة والهناء ويزول علينا هذا الوباء ويغفر لنا ربي ويرحم موتانا ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة وكذلك شافي مرضانا. وبعد ما حكيتهم مليح مليح نغسلهم ونحطهم يقطروا مليح عاد ونرجع، يعني حتى يقطروا مليح ويتهواو ويوليو ناشفين مليح عاد ونرجع نعمرهم فيما بعد بالعطور او التوابل. ولي تبغي تنشفهم يعني مباشرة تكون تستحقهم باش ترجع فيهم التوابل فتنشفهم ولا ديرهم في السمش، غادي يعني ينشفوا بسرعة. وفي هذا الفيديو كذلك غادي نوري لكم طريقه تحضير الفلفل، يخرج بنين بنين بالبزاف كما تاع الاعراس، والسر تاع البنه نتاعه يعني يخرج ما يتشبعش. وكاين بزاف تاع الاخوات ممكن اللي يضيفوا له التوابل، وهذا خطا، انا بالنسبه لي خطا كبير، لانه نقضيو على البنه تاع الفلفل. انا في الفلفل نضيف له فقط الملح والفلفل الاسود، وفي بعض الاحيان نضيف له كذلك الفلفل الاحمر. يعني هذه هي التوابل اللي تجي في الفلفل، يعني هذه النصيحه نعطيها للمبتدئات باش ما يزيدوش يضيفوا اضافات اخرى كالكمون للفلفل، فغادي الذوق تاع الفلفل يتبدل. وهنايا كما راكم تشوفوا درت الفلفل ينشوى على الفرن الاسود، راني شعلت له 3 عيون، لكن راني منقصت له ما راهش مجهد هكذا باش يساعدنا فيما بعد يتقشر بسهوله تامه. يعني لازم الفلفل ما نجهدولهش في النار باش ما ينحرقش، اذا انحرق غادي يعذبنا في التقشير نتاعه فيما بعد. كل مره نقلب فيه حتى نشويه جيدا، وراني موجده صاشي راني حطتها في بسينه. بعد ما نشوي الحبات نغلق على الصاشي يعني مباشره باش يعرق لي هذاك الفلفل ويساعدني فيما بعد باش يتقشر لي بسهوله تامه. من جهة أخرى غادي نحضر تحلية ولا أسهل، تحلية ولا أسهل بالفراولة والياورت. هنا عندي كمية نتاع الفراز نغسلها جيدا، الغسلة الأولى درت كمية تاع الماء ورشة نتاع جافيل،
خليتها واحد شويه في هذاك الماء، ومن بعد غسلتها وعاود غسلتها للمره الثانيه. وفي هذه الايام مام لي ساشي تاع الحليب وتاع اللبن راني نغسلهم، نرشهم اولا بجافيل عند هذيك القرعه، هذيك القرعه او هذيك الفشفاشه اللي راكم تشوفوها دايره فيها كميه تاع جافيل مع كميه تاع الماء. وكل ما يجيبوا لنا لي ساشي تاع الحليب ولا تاع اللبن يعني نغسلهم اولا، عاد ونخليهم يقطروا عاد ونحطهم في الثلاجة. كما يقول لك الوقاية خير من العلاج، ولازمنا الوقاية لأقصى الحدود. وهذيك القرعة أو الفشفاشة يعني تساعدني مامكي زوجي يدخل من العمل، فيعني الباب نفشفش في اليد تاع الباب وكامل يعني كامل اللوكيات تاع البيبان ونمسحهم بسهولة تامة. ووليت لكم هنايا للتحلية. بعد ما قطعت هذاك الفراز قطع صغيرة وحطيت عليه السكر، خليته على جنب باش يطلق هذاك الماء تاعه ويتكرمل لي. وديت هنايا كؤوس تحلية درت فيها كمية للنصف او المهم على حسب الرغبة نتاع الياورت بذوق الفراز، وحطيت فوقها قطع الفراز. بهذا الشكل تخرج تحلية من اروع ما يكون، وسهلة ماهلة وما تاخد لكمش بزاف الوقت. هنايا وليت للفلفل يعني بعد ما درته في هذيك الصاشيه وعرقلي، وهنايا مازال دافي يعني ما خليتهش يبرد تماما، راه عاد دافي او يكون عاد شويه سخون. المهم كي يعرق شويه نبقى ننقي فيه. كما راكم تشوفوا لازم من يعني ما نغسلوهش، كاين الاخوات اللي ممكن يغسلوا الفلفل وهذا خطأ كبير، على خاطر هذاك الفلفل تروح له كامل البنه تاعه واللذه تاعه اذا غسلتوه في هذه المرحله. لازم غير تغمسوا يديكم في بسينة تعمروها بالماء، تغمسوا يديكم فيها وتقلعوا هذيك القشرة، وغادي تنقلع لكم بسهولة تامة كي يعرق لكم هذاك الفلفل. كذلك كي تشويوه يعني النار ما تكونش قاوية، يعني هذا هو السر. وهنا كما كنتوا تشوفوا نقلع القشور كامل وغير نغمس يديا في الماء بهذه الطريقة باش هذا الفلفل يقعد لي محافظ على البنة تاعه. وبطبيعة الحال الفلفل نغسله في الأول ونشفوه قبل ما نشويوه. هنايا ديت واحد المقلاة حطيتها على نار قليلة، درت كمية تاع الزيت، كذلك الفلفل يبغي يعني ديروا له كمية متوسطة تاع الزيت، يعني ما ديروش غير واحد الملعقة، ديروا واحد شوية تاع الزيت يجي بنين بيها. هنايا درت كمية قليلة تاع الثوم، نقليها غير واحد شوية يعني ماشي تتنحرك، غير تطلق البنة تاعها شوية. ونزيد نضيف لها طماطم او الطماطيش مقطعة قطع صغيرة، قلعت لها القشرة وقطعتها قطع صغيرة، ونغلق عليها ونخليها تتقلى واحد شوية. بعد ما تقلات لي نرفسها بشوكة غير بهذه الطريقة. ونضيف الفلفل بعد ما قطعته، اذا ضفت الكميه كامله. هنا غادي نزيد له كميه قليله تاع الملح، الملح يبقى على حسب الرغبه او الذوق، وكميه قليله تاع الفلفل الاسود وكميه قليله تاع الفلفل الاحمر، يعني هادو هما التوابل نتاع الفلفل، ما نضيفو لا كمون لا حتى حاجه اخرى باش نقعدو محافظين على البنه والذوق تاع الفلفل. وحركت المكونات مع بعض وغطيت عليها وخليتها تزيد تتقلى على نار قليلة. وهذا هو الفلفل بعد ما طابلي، يخرج يشهي يشهي البنات وريحة راها ما شاء الله. إذا هنا ينطفي عليه ونخليه على جنب. وهذا هو الفلفل يخرج من أروع ما يكون، بنين بنين بالبزاف. هاد الوصفات يعني راني نقدمها للمبتدئات اللي مازالهم يتعلموا الطبخ، وهذه هي التحلية سهلة ماهلة وما كانش أبسط منها. وكملت روتيني الصباحي أو روتين نصف يوم بكاس تاع أتاي مع عسيلة الله الله مع واحد الخبز ما شاء الله ما نحكي لكمش البنات، مفشفش بالبزاف. كما قلت لكم هاد الوصفات أو هاد الخبز وهاد العسل غادي نحط لكم روابط الفيديوهات في صندوق الوصف. نتمنى يعجبكم الفيديو وما نكونش طولت عليكم ولا ثقلت عليكم. ودائما ما ننساوش نصليو على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلوا عليه كامل.
فرجة ممتعة حبيباتي وشهية طيبة، ومبقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.